السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يصبحكم بالخير. حديثي اليوم سيكون عن ذوقيات التعامل مع الأولاد ضمن نقاط محددة ومختصرة، أسأل الله أن ينفعكم بها. أولا، أولادك هؤلاء هم أهم مشروع عندك في الحياة، فلا بد أن تعتني بتربيتهم. والتربية يا أخواني ويا أخواتي لا تكون هكذا خبط عشواء، أو كما ربيت من قبل والدي، أو كما ربت أختي أو رب أخي أو رب فلان. لا بد أن نبذل جهد في هذا الموضوع، إما بالقراءة أو حضور الدورات. أما قضية والله أن نجعل هذا المشروع الأهم في حياتنا دون استعداد، فهنا حقيقة أنا نسميها كارثة. الأمر الثاني من ذوقيات التعامل مع الأولاد هو العدل بينهم. والعدل يا أخواني ويا أخواتي تذكروا دوما وأبدا لا يقتضي المساواة. أحيانا البنت تحتاج أكثر مما يحتاجه الولد، أو العكس. أحيانا شخص منهم من أولادك يحتاج إلى أمر معين، ليس بالضرورة أن تعطي الآخرين مثل ما أعطيته، لكن يقتضي أنك والله تكون منصفا وعادلا. أيضا العدل، من مظاهر العدل، العدل في المشاعر. تلقين بعض الآباء يعتني بأحد بنياته أو أحد أولاده ويعطيها قدرا من الأهمية والاعتناء والأحضان والكلمات الطيبة ويتجاهل الباقين، وهنا تنشأ الغيرة بين الأولاد. لذلك احرصوا على أن تعدلوا بين أولادك. الأمر الثالث، أعطي أسرتك وقتا. أنا يجيني واحد يقول والله أنا أسرتي أنا أهتم فيها، دائما أنا أسأله كم تعطيها من وقت. إذا كنت لا تعطي أسرتك وقت، والوقت هذا الذي تعطيه لأسرتك لا تعطيه كأداء للواجب، بل تعامل معه كمصدر للمتعة في الحياة. الأسرة حاجة جميلة في الحياة، والأولاد حاجة من نعم الله على البشر ومن زينة الحياة الدنيا الأولاد. لذلك لابد أن يكون لهم وقت خاص فيهم دون أي انشغال بأي مشغل أو أي أمر آخر. لذلك الوقت ثم الوقت ثم الوقت لأولادك. ودائما يا أخواني ويا أخواتي الآباء تحديدا، اعتنوا بالوقت الجمعي للوقت الكمي. إذا جلست مع أولادك أعطهم بالكلمة الطيبة والابتسامة والإنصات والتصابي معهم، بعض يعني تخلى عن شخصية الأب أحيانا مع أولادك. من ذوقيات التعامل مع الأولاد أنك تحترم خصوصيتهم. أما اقتحام الغرف والتفتيش، أنا أقول مراقبة بهدوء، أما التفتيش بعض الناس يتعامل مع أولاده كضابط مباحث وكمحقق. يعني دائما أنا أقول يعني هل ترضى أو ترضين أن تجد ابنك على وضع لا يعجبك؟ النصيحة العامة، المتابعة الواعية من بعد، أما المتابعة الدقيقة والتفتيش والتنقيب ربما تجد أحيانا أشياء لا تسرك، وهذه قد لا تكون هي الحائل بينهم وبين الاستمرار. لذلك أنا أقول دائما النصيحة، التوجيه، المتابعة الواعية، المتابعة الواعية. أنا ما أقول لك والله اترك أولادك ولا تنصح ولا توجه ولا تتابعهم، لكن بعض الآباء والأمهات مثلا يدخل الغرف بلا يعني استئذان، وهذا أساسا أمر يعني شرعا غير مقبول وغير سائغ. لذلك تحترم خصوصياتهم. الأمر الخامس، عز أولادك، أشبعهم. بعض الأبناء تحس أنه شبعان من الداخل، لكن البعض للأسف تحس أنه جائع، وهذا الجوع من وين جاء؟ جاء من قبل البيت. أنا ما أقول والله يدلعهم وأكثر عليهم من العطاء، لا، لكن خلهم شبعانين في الملبس، في المأكل، في المشرب، دون إفراط. لذلك قضية والله بعض الناس الله أنعم عليه، لكن أولاده للأسف وضعهم سيئة جدا جدا جدا. وأنا لا أدعو للتدليل، انتبهوا، أنا أدعو إلى أنك والله تشبع أولادك، تخلي والله عينهم شبعانة، وهذا يؤثر على حتى تصرفاتهم، ويؤثر حتى على ثقتهم بأنفسهم. أيضا من الأشياء الجميلة في التعامل مع الأولاد هي الثناء. دائما تعامل مع أولادك في إجادتهم لأمر أو إحسانهم للتصرف، دائما اثني على السلوك، اثني على السلوك، ويفضل أن تثني أمام الآخرين. أما في حال وجود ملاحظة فأيضا يفضل أنك تلاحظ السلوك ولكن لا تكون عند الآخرين، النقد يكون بينك وبينه، أما الثناء فيفضل أنه يكون بين إخوته، حتى تعزز هذا السلوك الإيجابي عنده وعند إخوته. الأمر السادس أيضا في غاية الأهمية، يا أخواني ويا أخواتي، ترى أولادكم يرونكم أكمل البشر.
لذلك راقبوا تصرفاتكم. الأم الحمقى الغضوب التي دائما تتوتر وتوتر من في البيت، أولادها بناتها يتصرفون مثلها. الأب أيضا الأخرق الذي لا يعي ولا يتحمل مسؤولية ويتصرف أحيانا بصبيانية، أيضا ترى أولاده يطلعون مثله في كل التصرفات. فأنا أقول أحيانا انتبهوا لتصرفاتكم لأولادكم ولأجل مستقبلهم. إذا الله ابتلاك بأي أمر، مثلا خليني أضرب مثال، أب مبتلى بالتدخين، يا أخي ليس من الحكمة وليس من العقل وليس من النضج وليس من حسن التربية أن تدخن أمام أولادك. أيضا من الأشياء المهمة من وجهة نظري أنا الشخصية أن تتعامل مع أولادك بشكل راقي وبشكل متحضر. إذا طلبت من ابنك شيء حتى وهو ابنك، أنا من وجهة نظر شخصية نعتقد من باب الذوق مع الأبناء، حتى لو طلب منهم شيء يقال له من فضلك ولو سمحت، وإن أسدى خدمة يقال له شكرا وجزاك الله خير. حتى مع الأولاد هكذا تربيهم على أن يتعاملوا مع الآخرين بهذا الرقي وبهذا التحضر. الأمر الثامن، أنصت ثم أنصت ثم أنصت لأولادك. وليس بالضرورة أن يتكلموا في مواضيع والله تهم الأمة، يكفيهم أن يتكلموا اليوم بما حدث في يومهم في مدرستهم أحداث معينة، يعني انزل لمستواهم. والغرض من هنا من هذا الكلام حتى ينطلقوا، كيف تريد بكرة من ابنك أن يكون عنده قدرة على التعبير وقدرة على الكلام وقدرة على الحديث وهو لا يتحدث من صغره؟ لذلك دعوا الأولاد يتكلمون وأجيدوا فن الإنصات دون انشغال لا بجوال أو بأي أمر آخر. لذلك يقولون أن الابن أو الولد عموما في صغره لا ينطلق إلا إذا كان يتحدث بحضرة والديه. أيضا من ذوقيات التعامل مع الأولاد أن يكون لهم كلمة في القرارات. أحيانا الأم تختار كل شيء عن أولادها، بالمناسبة حتى في نوعية الأكل الذي يأكلونه تجبرهم على الأكل. يا أختي الله يطول عمرك، أنا أعي أنك والله تخافين على أولادك وتريدين مصلحتهم، لكن يعني ثقافة الإجبار ثقافة مؤقتة وثقافة لا تصنع شخصيات جيدة. تخيري بين ثلاثة أنواع، بين ثلاثة ألوان، بين ثلاثة ألعاب، وخليه هو اللي يختار. هنا يشعر بنفسه ويشعر بقيمته ويشعر بكيانه ويكون في المستقبل قادر على أن يتخذ قرار. لذلك من الأشياء الجميلة في التعامل مع الأولاد اجعلوهم يتخذوا قرار. أيضا من الأشياء التي أراها في ذوقيات التعامل مع الأولاد أن تخصص لهم مصروف، لا تجعله يلجأ إليك في كل مرة ويطلب منك. يعني وجهة نظري أنا الشخصية، يعني من سادس ابتدائي وطالع يفضل أنه والله يكون له مصروف، حساب في البنك وبطاقة، وهنا يعتمد على نفسه وتجعله أيضا يعني يحرص على التوفير. أما قضية والله أنه كل مرة يطلب، يعني الطلب أنا ما أحب موضوع الطلب. أيضا من ناحية توفيرية ومن ناحية اعتداد وإحساس بكينونته، فأنا أرى أن يخصص له مصروفا وهو يتصرف. الأمر الثاني عشر طبعا يا أخواني هو في رقبتك وبنتك، في رقبتك أمور العفة والحشمة والصلاة وصلة الرحم، هذه دورك. وطبعا البنت راح تسوي زي أمها، والولد يعني وين يروح بيسوي زي أبوه. فأنتم لابد أولا أن تكونوا قدوات صالحة في هذا الجانب. الأمر الثاني النصح والتوجيه والصبر على الأولاد في هذه الأمور، لأنهم سيتربون على حسب ما يوجهون في صغرهم. الأمر الثالث عشر والأخير يا أخواني وأخواتي، وهذا ما جادت به وفاضت به قريحتي، لا تدقق كثير على أولادك ولا بتتعب وتتعبهم. إن كنت لاحظ أي خطأ وأي عيب وأي زلة وبتجلس وتوجه وتنصح وتكثر من النصح والتوجيه والوعظ، عز الله اللي ملوك ولا أخذوا منك ما تراه يستحق التوقف وأمر متكرر مثلا، هنا أقول تدخل. أخيرا يا أخواني وأخواتي، أخيرا وقبل النهاية، في قضية مهمة في موضوع التربية والتعامل مع الأولاد، أنا أقول لا تستعجلون النتائج، وأحيانا ولكنكم قوم تستعجلون. لا تستعجلوا النتائج، ربوا وابذلوا وافعلوا ما بوسعكم، وبإذن الله تعالى لن يخيب الرجاء. وقانون السببية في الحياة معروف، من يبذر برتقال سيجني برتقالا، وهذه قاعدة مضطردة إلا عاد هناك استثناءات، لكن هذه هي القاعدة. مهما بذلت واجتهدت في تربية أولادك فبإذن الله تعالى لن يخيب الله رجاك. الله يرزقكم برهم ويوفقكم ويوفقهم ويوفق المسلمين.